جمال البريكي، ركلة الجزاء التي تملح للسويق من أجل أن يعود للتعديل. هنا كوفي، الهدف الأول يأتي للسويق، الهدف الأول يأتي للسويق. ذهب ذهب مع دق في عيني ويا عز الطلب. نعم السويق ينجح، السويق ينجح في تعديل نتيجة هذه المباراة، ويسعد العشاق والأنصار هناك في المدرج الأصفر. النتيجة تعود مرة أخرى للتعديل، النتيجة تعود للتعديل مرة أخرى. وصحم يجب ألا يرضى بالقليل، يجب ألا يرضى بالقليل في هكذا وضعية. هنا كوفي والثقة، سليمان البريكي بالتأكيد التصدي كان موجودا ولكن لم يكن كافيا.